ساعد طبيب سوري أنقذت حياة بنت أمريكية من مرض غريب. القصة دي اتحولت فيلم على نتفليكس. جنون هلوسة وأعراض مميتة، مشاهد مخيفة وتجسيد لواقع كانت بتعيشه سوزانا. عجز كل أطباء العالم عن علاجها. طبيب الأعصاب السوري سهيل نجار أنقذ حياتها بعد ما فقد باقي الأطباء الأمل. رسمت كل الأرقام من جهة اليمين وجهة اليسار فاضية تماماً، فاستنتج الدكتور إنها بتعاني من التهاب في الجزء الأيمن من الدماغ. عمل لها عملية جراحية دقيقة جداً وقدر يرجعها لحياتها الطبيعية مرة تانية. سوزانا عاشت وألفت كتاب عن رحلة علاجها مع دكتور سهيل. What I love the most is I'm living my profession rather than practicing it. ودي كانت أخبار تستاهل نشاركها.